مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد لعرض وعليها الكلام. وهذا الأسبوع رانا في ولاية بومرداس اللي معروفة بناسها الملاح وجمال طبيعتها والأطباق بين حاجة شابة. وهذا الأسبوع راح ندوقوا ملح بومرداس avec 4 nouveaux candidats. شكون من؟ عبد الرحيم، جمال، سعد، يونس. شكون فيهم راح يكون الفائز لهذا الأسبوع وعند من راح تكون عرض وعليها الكلام؟ واليوم أوفا رح نعرفو شكون هو الفائز وعند من كانت عارضة وعليها الكلام. العرضة الأولى تاع هذا الأسبوع كانت عند عبد الرحيم من العرض فاتت فور. والله تهلا فينا عبد الرحيم يعطيه الصحة. بلا برينسيبال تاعنا اليوم عندنا بولي فارسي فلوماج بلا فيو بصوص بلونش، هاي اللي كرامي دوموندوهن في العرس بقوة. راهو العام عامو اليوم مع عبد الرحيم ميني عرس وقالك الطبق الرئيسي دوموندي بزاف العراسة او يقول بولي فارسي بالفروماج ولا فيوند صوص بلانش، زوج اطباق في واحد. هاليك البولي تاعنا واش درنا فيه؟ درنا شويه تاع لا شابلي ميم طون لا موطار، عندنا شويه سنين اتيوم بون حبه بيض هذا ما كان بون. الزيتون تاعنا غلوه بون دائما بحبه قارص باش يبقى محافظ على اللون تاعو. عندنا شامبيني هنا صوتي فلفل لك حلو شويه زبده. بون نبداو على بركه الله بالدريساج تاع البلاط تاعنا. بسم الله لو بلا برينسيبال اليوم 3 اللحم والدجاج ومازال الزيتونه. نسقوا له شويه تاع لاصوص هكذا ومنطو هنا في البولي تاعنا كيف كيف كرام فرماج تاعو. هاي ليك هاوليك البلاط تاعنا نكملو 3 بار اللي مازالو نتلاقاو في الديسير. وقتها نكتشفو الديسير. تفضلوا خوتي تفضلوا عطونا رايكم. كما قلنا الطبق الرئيسي 3 بلا في بلا واحد، بولي فارسي واللحم صوص بلانش وطاجين زيتون، هادو كاع في طبق واحد. بصحتكم راهي موسى موسى ما يخدمش كاع مع راه زبده راهي بارف. يا حبي صاحبي احكي لي على اليوغو نتايا. بسم الله نبداو بيونس، واش رايك في الطبق الوعر؟ طبق ثاني الله يبارك بيان ديكوري ما من لحم بنين شرب لاصوص تاعو خرج شابه ما شاء الله. فريمون فريمون بني ماشي كي انا طيبتو يا خو. هذا بنين خويا العزيز ميم بلا بيان ديكور. الملح واش رايك الملح جمال؟ انا ما نحبش حاجه مالحه زياده، هذا راهو فلينون ايه ماشي ميم الزيتون مالح شويه. الزيتون فين الملح يعني؟ ايه الزيتون هو اللي مثل ايه لاصوص لاكولور تاعها لاصوص غمس وشاف والله لاصوص زيتون شامبينيو ولا بليفار تمشي بلون نحوس تنكاسيها اليوم تشوفها شغل كرام. ايه البيتين سعد عجبو الطبق الرئيسي 100%. طبق دوزيام بلا جا بنين دار رولي بفورماج ومنا شامبينيو زيتون جا بيان بنين مام اللحم طيب مليح زيتون كلش بيان. لا بروميير نوت جمال. انا على حسب واش شفت وعلى حسب واش حسيت كانت عرضه وعليها كلام كيما يقولوا، وعلى هذا نوتي انا يا بيرسونيلمون نعطيه 8/10. 8 نقاط من عند جمال. لا دوزيام نوت سعد. عرضه جات الحمد لله جات حلوه وخفيفه نعطي له 8.5. 8.5 من عند سعد. اي اونفان يونس الله يبارك في القمه كيما نقولوا ما شاء الله عليه لا نوت نعطي له نفس ورديس. اهدرها بالعربيه تجي خير يونس. 9 نقاط من عند يونس. المير عرضه والعرضه الثانيه كانت عند خونا جمال. والله غير تضحك مع جمال وبنا دوزيام بلا اللي وجدت لهم مسوم هاوليك مسوم بام توموا عليه الكلام. لو بلا برينسيبال اليوم راح يكون مسوم بون. عندنا الله يعرف لا خونا جمال اللحم تاع فيون مع الفيون داشي فيون داشي هاوليك شويه حميصه ان شاء الله تعجبهم. دا
ديجا لحقنا للديسير. اليوم افير طاجين حلو. بون كيما درنا الشوربه ودرنا الديزيام بلا لازم نديرو لهم الديسير. خاوتنا درت لهم طاجين حلو. طاجين حلو حنا دوكا شغل طاجين حلو عصري ماشي كيما انا نطورو في الحاله. ما طيبناهمش خلطناهم درنا سيباري. طيبنا المشمش مع الزبيب وحده. طيبنا العينه وحدها باش ما تطلقش لاصوص هذيك كحله على ديال الزبيب والعينه. ودرنا لي فريز. فوالا كيما شفتوا اليوم عندنا الديسير درت لهم اللحم الحلو. وشنو طيبنا اللحم الحلو سيباري. درنا المشمش والزبيب وحده. العينه طيبناها وحدها على ديال العينه ما تطلقش لاصوص كحله تاع هذيك على ديال العينه على ديال المشمش والزبيب بيسكو ما كولر بيض شويه سونسيب. فوالا نبداو الدريساج تاعنا. قال لك طاجين حلو تاع 2023 هكذا بالفراوله هكذا. زين تفضل خويا جمال. ضيافنا غير شافوا المتوم عجبهم بزاف الحال. نقدروا نقولوا بلي فرحوا. ان شاء الله برك يعجبهم. ايا بون ابيتيت. الله الله يبارك. الله غير كان في قلبي. الله غير نورت وليد تاعي يحفظك خويا. الله يزيدك بسم الله. الله يسلمك. بسم الله. بنا صح. ربي سبحانه قال لي خذوني استجب لكم. جاني في خاطري برك ان شاء الله انكم انتم اللي معايا. بصحتك خويا بصحتك. يونس واش رايك في المتوب؟ طبق تقليدي. الله الله بلاصوص بلونش ما شاء الله بنا. الله يبارك. كنا نستناو حاجه ما شاء الله طيب وكيما نقولوا سوا سوا ويعطيها الصحه. صحبي الله يبارك والله ما شاء الله. ما فطرت ليش صاحبي. لا ما خير. ما شاء الله يا اخو. وش رايك خويا سعد؟ الحمد لله بنين. يا سعد كيفاش جاز المتوم يا ليزون؟ المتوم جاز بيا الحمد لله. جا شويه مسوس انا نحب حاجه مالحه. نبداو بعبد الرحيم. العرضه مليحه خويا العزيز. انا عجبتني بول مو. انا عجبتني على هذه خويا العزيز. انا نحب حاجه تراديسيونال حاجه تقليديه نموت عليها. ما طيلو 8 ونص. 8 ونص من عند عبد الرحيم. لا دوزيام نوت سعد. لا غنحرض العرضه جاست بها الحمد لله خفيفه. ما طيلو 8 على 10. صح سعد. 8 نقاط من عند سعد. اونفان يونس. العرضه كانت ما شاء الله مع اخونا جمال. نعطيلو 7.5. ايه 7.5 خير من 5. كما شفتوا له البارح العرضه كانت عند سعد. بي لا جروند كلاس سعد. لي ليغوم انا شفناهم بصح وين راه لو غوتي دفو. وي كملنا تحضير الخضره تاعنا اللي طبق اليوم. ناشف نديرو له لاصوص تاعو. هذه فيها عادي طاف فيها اللحم فيها بصل فيها فلك حل. تفضلوا مرحبا بكم. كيما قلنا لو بلا برينسيبال غوتي دفو افيك لو لوبيا ماشطو لو كاروت. صحتكم لوبيا صوتي حبيبي. دوبلي فريت حنا خويا. عمي نبدا بلاك نبدا بزروتي تزر يقوي النظر. نحتاجها انا في الكور تاعي. بسم الله. بنين يا صاحبي الله. واش رايك عبد الرحيم؟ بو الطبق الرئيسي كان بزاف شباب. دارنا روتي دفو بلي جيم صوتي. بو عنده واش دارنا لاكاروت مع لوبيا ماشطون اون بلوس بوم دو تاو دارها في الفور خلاها بالكونات ويرتاحها. تاني عجبتني بزاف في اللحم تاعو لابويسون هذيك هي طاب زبده. وشنو تانيك سينو ما كاش كومون تاعو 10/10. ما شاء الله خويا سعد بنين. الله يسعدك. سيدي وحبيبي خويا البنا حبيبي. والله غير دوقت انا دوقت زرودي دوكا ولوبيا يعني مام صوتيتهم مام سوا سوا مام في لوكو تاع الملح. الله يبارك خو مام سوا سوا. زيد بون بيوت نشوف بطاطا كيفاش. انت حبيت تهضر عليه البنا. ها هو ذوق الحميه حبيبي مام طيب.
جمال عنده اقتراح. بروبليم صوص بلا ايكونومي اقتصادي شويه لي جيم صوتي ايفيتنا الزيوت تاع هذاك القليان صوت تاع لي جيم تاعو جمليح. وشنو عدسه لاصوص شويه ما ميكسهاش كله كان ميكس لاصوص بعد الطياب سقط شي بزاف بنينه. لا بروميير نوت جمال العرضة ولا الجلسة عرضة ما شاء الله الله يبارك جوزناها مليح رحبينا أحسن ترحاب لاقضينا وتهلا فينا ودرنا ديبلا شابين وعلى هذا الشيء نوتيه 7.5 هذه قا 7.5 الهضرة شغل 10 ولا نوت 7 ونص. لا دوزيام نوت يونس نعطي له 8/10 كيما نقولوا على حسب الميني ديالو 8 نقاط من عند يونس. اي اونفان عبد الرحيم العرض بصفه عامه عند خونا سعد كانت ما شاء الله دارنا فوق راسو الدار دارنا الله يحفظه ان شاء الله وعلى هذه نعطيلو 8/10 عبد الرحيم طلق حلاوته باش قالنا 8/10 ونقطه هايله يعطيك صحه. اي اونفان العرضه التاليه تاع الاسبوع كانت عند يونس العرضه سابل خفيفه ظريفه. السلام عليكم خوتي مرحبا بكم اليوم عندي في كوزينتي الحق دالتي ان شاء الله نشرفوكم. واش كاين في لونتري اليوم يونس؟ عندنا لا سوب دو بواسو لا سوب دو بواسو تاعنا فيها فلفل كحل زعفران حبه بطاطا حبه طوماطيش طوماطيش مركزه كرافس والحوت هاي لي كلاسوب تاعنا بنينه. ايه واش كاين تاني؟ نروحو للدوزيام بلا عندنا الطو بلي فريت. ولا غير اول مره نشوف لي فريت في لونطري. مالا واقيلا الفريت بحريه خفيفه وسهله يقدروا يديروها كاع الناس ديما معروف دريساج. هاوليك عندنا الطو غارني فريت وهاوليك نوتخ ديرني كانديدات هذا الاسبوع ديجا راهو مع الدريساج. وي مازال ما لحقناش الطبق الرئيسي الطو نديرو نقرينوه بالزبده وشويه قارص نخلو الزبده تحمر ومن بعد نقرينوه يخرج لنا حاجه شابه مقريني مليح بيها نديرو شي حميز سيركوتي مع شوية لا صالاد عندنا طوماطي سوريز ولا صوص طوماط لاصوص طوماط فيها الثوم كيما الناس قاع يعرفوا يديروها لاصوص طوماط لاصوص طوماط تاعنا نديروها الثوم بصل فلفل الكحل و طوماط ولا طوماط. تفضلوا خوتي يزفدك صحه مرحبا ما كاش حاجه سامبل كيما لو بلا برينسيبال تاع اليوم لي فريت بالطون هذه هي والسلام عليكم. حاجه شابه تاع وليمه طو تاع الله هذا الطو هذا الطو شويته ولا كيفاش قليته ولا كيفاش قليته خويا العزيز لا دريساج خويا رحيل انا دريساج يعني انت قبل لي الصومه انا ما شاء الله عاد بصحه خويا الله يسلمك خويا العزيز بارك الله فيك ما دخلنا شليطه صافي بلا تاع صيف خو هذا تاع صيف بلا تاع عمر راح تاكل بسيزو تاع صيف خويا العزيز انا طول اليوم كل ما فا خويا يونس حنا ناكلو بصحتك ذوق ورد علي صاحبي انا استبنيتهم لعندك الله يحفظك خو. سعد واش رايك في الطبق الرئيسي؟ الطبق الرئيسي جامله حاجه تاع صيف طوره ودوق وقته الناس كامل راهي تاكل في طون حاجه خفيفه واش رايك زعما تاكلو تبرع حبيبي ربي يحفظك صاحبي صاحبي طوس واش اخو في الملح بنين خويا العزيز مام سام الله يبارك بما انك غرني بلاصوص طوماط وكيف في الاشياء هلا ما شاء الله العزيز بلون ربي يحفظك خويا ان شاء الله تكون عجبتكم الماكله عرضه عليها الكلام
ما ميلونجيها شويه ليفري شويه. اها جمال ماهوش عجبو الحال بروبليم ملح. لا برينسيبال دير دير ناتون غا غارنيتير افيك الفريت مع دير الشريطه افيك لي سالاد شويه الملح بلي ما نستعملش كاع الملح ما على باليش علاه نورمالمون الحوت شويه يجي مالح. ميغنات سعد عطيلو 7/10 7 نقاط من عند سعد. لا دوزيام نوت جمال العرضه كانت والله غير كانت هايله كانت هايله عرضنا وجدنا الطابله زوق هنا على بالي بلي دار المجهود تاعو دار جهد روحو باش وجدنا هذيك الطابله وعلى هذا الشيء نمدلو صعيبه شويه بصح نمدلو 7/10 7 نقاط من عند جمال. اي اونفان عبد الرحيم العرضه بصفه عامه جات فوق الراس والعين بارك الله فيه وعلى هذا نعطيلو 8/10 وربي يقدره 8 نقاط لا بس خويا لاساس واش رايك فيها روبوزيت نقولك حاجه روبوزيت هذه والله ماكش لا علاش ماكش لا بريسيون منا روبوزيت خويا يونس واش رايك في العرضات اون جينيرال جازت بها والله ما شاء الله حاجه شابه عجبتك نعم دار جمال دار نا كاع كيف كيف ارتحنا خويا عرضه شابه ما شاء الله ربع ايام تاع سسبانس لازيز ربع ايام سسبانس يا خويا فيهم شويه قلق فيهم شويه من اون جينيرال جاست هايل الحمد لله بارك الله فيك مالي تاع الباك صافي تاع الباك راني سينا صافي بليزير صافي بليزير خويا جمال حط لنا الورقه صافي بليزير واش نعمل دعوه بدرو دولي خويا جمال يا بالي بلاحك حي تعرف اتفضل وانت واش حاب تعرف زعما لا هذا شكون نقرا وحدي شويه خو ندير شويه سسبنس نقرا وحدي هو ماسكي خو سبحان الله سبحان الله شيخ رحيم عزيز الله يحفظك مبروك عليك تستاهل الشيخ خويا كل خير ان شاء الله لينا خويا العزيز بارك الله فيكم بارك عليك خويا بويا ما ربحتش انا باش تفهم ربحنا كامل في الحصه هذه يعطيك الصحه ولقينا تنافس كبير بين لي كونديدا الله يبارك كما درتو دي بلاشا بين خويا جمال ربي يحفظك لا تراديسيون الله يبارك خويا مام حبيبي دوقنا شويه حوتا فكرنا في لابلاج خويا ساعد تان ميلي تاعك الله يبارك روتي تفو هادو هما اطباق صيفيه والحمد لله بون ونشكر عرض هادو عليها الكلام اللي راهي تقوم بعمل رائع وتحفز كامل المواهب الجزائريه ونتمنى للمتسابقين تاعنا مشوار رائع وفي المهنه تاعهم ان شاء الله خويا ان شاء الله ان شاء الله نشكروا جميع واحد راهو يدعم فينا من القريب ومن البعيد صغير وكبير سبيسيال مو الوالدين صحابي خوتي لا فامي كاع الله يحفظكم وصافي بليزير تعرفنا على اصدقاء تاعنا وان شاء الله نكملوا شرف لينا تعرفنا بلي كونديدا ما شاء الله كان كونفيرونس ما بيناتنا يعطيهم الصحه وتعلمنا حاجه جدد نشكر قناة شروق على الالتفاتة هذه وخاصة حصة عرض عليها الكلام بلا ما ننسى خاوتي وصحابي اللي كونديدا اللي كنا معاهم فوتنا شغل أربع أيام كانوا طي كونكيرون والشكر الشكر الموصول والجزيل لأميمة أميمتي وربي شافيها إن شاء الله وربي يخليها تاج فوق راسي والزوجة الزوجة الكريمة ربي يحفظها وربي يخلي لي وليدات إن شاء الله وينجحوا في المشوار الدراسي وبلا ما ننسى ناسي وهلي عرب ديموني نسيرت خويا جمال اتفضل يزيد تفضل خويا يونس خويا راحي بارك الله الله يحفظك ان شاء الله بارك الله فيكم الله يسلمك خويا العزيز بون نبداو كروي ابو بكر يونس خويا تفضل حبيبي هاي ليك تسهل مكتر خونا شرف لينا هذا خويا العزيز راحين حبيبي الله يحفظك ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم خويا سعد تفضل ربي يحفظك وهاي ليك شهادتي عيشات وقت التقدير بارك الله فيكم ربي يحفظكم الله يحفظكم ان شاء الله يعطيكم الصحة اللي تبعتونا نتلاقاو الأسبوع الجاي إن شاء الله أسبوع مليء بالمفاجآت بقاو على خير بون ويكند ولك